أقامت جمعية الحكمة للمتقاعدين حفل يوم الوفاء العاشر لتكريم المتقاعدين ورواد العمل البحرينيين، وذلك تحت رعاية معالي فريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة رئيس مجلس إدارة جمعية الحكمة للمتقاعدين. وقفة شكر وتقدير لتلك الجهود العظيمة التي بذلت من أجل الولاء والوفاء والعمل المخلص في نهضة الوطن، سجلها كل بحريني وبحرينية على رأس العمل. فما كان اليوم إلا أن تحتفي جمعية الحكمة للمتقاعدين بتكريم رواد العمل والمتقاعدين البحرينيين في يوم الوفاء بنسخته العاشرة الذي يقام كل عام لتستذكر فيه العطاءات المثمرة. إن من أفنوا حياتهم في العمل وقدموا الكثير للمجتمع لن ننساهم ولن نتوقف عن الاحتياج لخبراتهم وقدراتهم ومشاركاتهم في المجتمع. اليوم هم يكرمون، ولكن المهم أيضا أنهم سوف يستمرون في تقديم العطاء عن طريق الجمعيات الأهلية، عن طريق العمل التطوعي، عن طريق الاستفادة من خبراتهم في بعض المجالات. في رحاب هذا الحفل السنوي العاشر موعد لطالما بات منتظرا لكل متقاعد كان من نصيبه هذا التكريم المستحق بمشاركة واسعة من ممثلي الجهات التقاعدية والاجتماعية من دول مجلس التعاون الخليجي. أشكر الدعوة الكريمة اللي أكرموني فيها جمعية الحكمة المتقاعدين. مؤتمر أكثر من رائع، تكريم أكثر من رائع، تنظيم أكثر من رائع. جمعنا كلنا إحنا من جميع أطياف الدول الخليجية، سواء شفنا كويتيين، سعوديين، بحرينيين في بوتقة إعلامية جميلة. أتمنى لهم التوفيق بصراحة. زيارتي خلينا نقول العاشرة للجمعية بهذه المناسبة اللي للأمانة أتمنى أنها تستمر، لأن المتقاعدين عندنا سواء هني في البحرين أو في الكويت يحتاجون التكريم بعد رحلة العطاء اللي هم قدموها. لا شك أن المتقاعد يحتاج لمثل هذا التكريم ولمثل هذا الدعم الذي يعتبر دعما معنويا. حضرنا اليوم الفعالية، فعالية جمعية المتقاعدين، وكان فيها ثلة من المتقاعدين أبائنا وأخواننا اللي شرفوا البلد حقيقة وقضوا سنوات عمرهم في خدمة هذا البلد، وهم يستحقون حقيقة التكريم. وإحنا بدورنا في مجلس النواب ندعم جمعية الحكمة المتقاعدين وكل مؤسسات المجتمع المدني اللي حقيقة يعني تنشئ وترعى وتبني هذا البحرين. إن هذا الحفل جاء أيضا ليجسد وحدة المشاعر تجاه هذه الفئة من المتقاعدين ورواد الأعمال في ربوع الدول الخليجية المزدهرة، وتعبيرا عن تلاقي الرؤى الاجتماعية الوطنية والخليجية أمام كل من قام بدوره الأمين والمخلص في تنمية الأوطان. إيمان شرف لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.